رجل زعم أنه جاءه جني وطلب منه التعاهد بينهما فتصافح وتعاهد على الخير والصلاح والنصيحة بينهما وعلمه كلمات يقرأهن إذا أراد أن يلتقي به، فكان يقرأ هذه الكلمات هذا الرجل ويأتيه الجني وهو رجل مؤمن ولا يخاف من الجن ولا من غيرهم إلا الله إلا أنه عامي، فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم له والسلام؟ ما أعلم هذا شيء، ما أعلم هذا شيء، لأنهم قد يبدون، قد يظهرون، قد يتبدون لبعض الناس، قد يتكلمون، قد حدثنا جماعة من إخواننا أنهم سمعوا من كثير منهم وقت حلقات العلم ووقت الدراسة ووقت الحلوة في البيوت بكلام طيب ونظام بما سمعوا من الحق واهتداء، فإذا أظهر له الخير وعهد أن يستجيب لداء الله وأنه يكون وأنه يوحد الله وأنه يعلم أهله وأنه كذا وكذا، ما نعلم بهذا الشيء. ثم أما أن يستعين به شيء هو من أمور الناس أو يدعوه في الغيب وما لا لا يجوز. أما إذا يتكلم معه في الخير ينصح نعم قريبا كون ينصحه كان يتكلم معه مع جني ينصحه هذا، اما ان يدعو من دون الله او يستغيث او يسال عن امور الغيب هذا لا يعلم، اما مجرد النصيحه لا باس. قد حدثني بعض اخواننا من الثقات ان جنيا كان يحضر معهم حلقه العلم عند بعض المشايخ وفي ليله من الليالي قال يا فلان انا احضر حلقاتكم وانا الحمد لله قد انتفعت بذلك واهتديت وانا استودعك الله ان عندي جهاد جماعتي عندهم عزم على الجهاد قوم كفره ونحن مسافرون واخشى ان يقتل ويستودعه وهو يخاطبه بهذا ويسمع كلامه بهذا، وهذا يقع لكثير من الناس مثل هذا، فاذا نصحه ووجهه الى الخير ودعاه الى الخير وقال له اتق الله وعلم أهلك وصاحبك لا نعلم به.